فيما جدد افراد عائلتي المرحوم جوهر زايد مبارك وزايد جوهر الولاء والتاييد لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى معربين عن استنكارهم وشجبهم للمحاولات البائسه التي تقوم بها قناه الجزيره القطريه من اجل شق الصف واثاره الفرقه بين ابناء البلد مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف قياده جلاله الملك المفدى